قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن التايلاندية والمحتجين من ذوي القمصان الحمر لدى محاولة تلك القوات تفريقهم. وكانت قوات الأمن والسيارات العسكرية المدرعة اقتحمت مكان الاحتجاج وسط العاصمة في محاولة لإخراج آلاف المعارضين من المكان الذي يتحصنون فيه. وكانت الحكومة التايلاندية وجهت نداءات للمحتجين بالاستسلام. مشاهد الحشود العسكرية غير المسبوقة التي توجهت إلى المنطقة التجارية بقلب العاصمة التايلاندية بانكوك أنذرت بمواجهة موسعة استعدت لها القوات الحكومية لفض اعتصام أنصار المعارضة المعروفين باسم القمصان الحمر والمستمر منذ أكثر من 6 أسابيع. بدأت اليوم قوات الأمن عملية عسكرية في عدة مناطق في بانكوك. العمليات الجارية الآن تهدف إلى توفير الأمن والسلامة للمواطنين وستستمر طوال اليوم. الدخان على اختلاف مصادره ملأ أجواء المنطقة، سواء من إطارات السيارات التي أضرم فيها المحتجون النار أو القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوات الحكومية على مدخل مخيم المحتجين. أحداث سبقها تحذيرات للمحتجين والمدنيين عبر مكبرات الصوت بمغادرة موقع تجمعهم الرئيسي والمناطق المجاورة على الفور. المواجهة لم تكن خيارا بالنسبة للحكومة، بل كانت الحل المتاح خصوصا بعد انهيار المفاوضات الرامية إلى إنهاء مواجهات استمرت على مدار 5 أيام أدت إلى مقتل 39 شخصا وإصابة المئات. ورغم التأكيدات الحكومية بأن اقتحام المعسكر أو اللجوء إلى القوة أمر مستبعد، إلا أن زعماء المعارضة دعوا المعتصمين الذين يصل عددهم إلى 3000 شخص إلى الصمود، دعوة قد تجد صدى، ولن يغادر أصحاب القمصان الحمر أماكنهم إلا وقد تخضبت قمصانهم بلون أحمر مختلف بمزيد من الدماء. هناء عوني، BBC. إذا نعود وإياكم إلى الصور المباشرة التي نشاهدها الآن عبر شاشة BBC تصلنا من العاصمة التايلاندية بانكوك. وقد وصلنا قبل قليل بأن قادة الأحزاب الإضراب من ذوي القمصان الحمر قد أعلنوا رسميا إنهاءهم اعتصامهم وتسليم أنفسهم للسلطات، وذلك لمنع المزيد من الوفيات، ويحتشد المعارضون في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك منذ 6 أسابيع.